الحقيقة موضوع الكبد من الأمراض اللي بتبقى مقلقة جدا ومخيفة، لأن العاقبة في النهاية بتبقى معروفة. يعني لا قدر الله لو ما تمش العلاج في الأول، الموضوع يبقى في البداية هو كبد واحد، هو يعني بيأثر على الجسم كله، هو مصفات الجسم، حاجات كتير جدا مهمة جدا في الكبد. فتيجي حد يكون تعبان فيبدأ ياخد في أدوية لعلاج الكبد، فاللي حواليه يبدأوا يخوفوه اكتر: لا انت الادويه اللي بتاخدها للكبد دي، ده هي ممكن تعمل لك اصلا مضاعفات وسايد افكت تبهدل لك الكبد زياده. فخلينا نصحح المعلومه دي ونشوف ايه خطر الادويه بشكل عام بقى على الكبد بالذات، لان سواء هو كان مريض كبد او حتى هو شخص عادي ولكن معتاد على اخذ الادويه باستمرار. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. سريعا بس نقول انه الكبد هو اكبر عضو بجسم الانسان، وهو وظائفه كثير مهمه. يعني هو عضو لكن هو كانه جهاز متكامل، هو مخزن نقدر نقول، بخزن السكر، بخزن بروتين، بخزن فيتامين، بخزن السكر على هيئه جلايكوجين، لما بيحتاج الجسم لطاقه بيرجع بيعطيها، بينظف الجسم من السموم. كل أي شيء يؤخذ عن طريق الفم أو بيفوت على الجسم لازم يعبر عبر الكبد لحتى الكبد يعمل له استقلاب، وإذا كان في مواد كيميائية ينظف الخلايا من هي المواد الكيميائية أو السامة. فهو بيعيد للدم أو للخلايا حيويتها من خلال طرد السموم أو المواد الضارة. مثلا الأمونيا مثلا إذا زادت بالجسم بحولها ليوريا بتطلع برا الجسم، إذا الكبد فيه شيء بنلاحظ أنه الجسم زادت فيه الأمونيا وهي مادة سامة إلى آخره. فهو طارد للسموم بس ما بدنا نخوف الناس، الكبد بيجدد نفسه، هو صح آلة لطرد السموم، ممكن يعني يتضرر منها لكن هو بيجدد تلقائيا نفسه. مشان هيك، لأنه كتير مهم ولأنه هو مخزن ولأنه هو طارد للسموم أو منظف للجسم، العبء عليه كتير تقيل، كتير كبير. مهم جدا أنه يفضل شغال بشكل سليم. بالضبط. فأي مثل ما قلنا مواد كيميائية، مواد سامة أو حتى الأدوية والعقاقير، سواء اللي بناخدها بوصفة أو من غير وصفة، بتأثر على الكبد. ما في دواء ما بيأثر على الكبد، لأنه كل الأدوية الاستقلاب كله حتى الحاجات الدوز الصغير البسيط ده. هلأ لو بدنا نقول ما هي الأدوية التي تؤثر على الكبد، بدنا مجلد تقريبا من 900 ل 1000 دواء عقار موثق أنه هي تؤثر على الكبد. بس نحن ممكن نتناول منها ماركات ويعني علامات معروفة جدا. تمام، بس إحنا حنحكي عن الأدوية اللي أكثر شيء تستخدم، يعني الشائع استخدامها. أول دواء هو الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين. أنا اتخضيت لما لقيت أن 39% من حالات الكبد بسببه. يعني إحنا بنروح نشتري من الصيدلية بشكل طبيعي جدا وبناخده من غير مشاكل ومن غير روشتة وبنديه للولاد. هو من الأدوية المصنفة OTC اللي هي يعني تصرف من غير وصفة. حتى هلأ في سوبر ماركت بتبيع الباراسيتامول. لهيك بدنا كتير نوعي الناس، احنا ما بدنا نخوف لكن لازم يكون في عندهم وعي. المسكنات بشكل عام منها الباراسيتامول والاسيتامينوفين، وفي مسكنات تانية اللي بياخدوها لالام المفاصل، الالام الاكثر اللي هي المضادات للالتهابات الغير استروديه مثل الايبوبروفين والديكلوفيناك، كمان هيك شائعه الاسبرين، هدول كمان شائعات الاستخدام للتسكين وخافضات حراره، تسكين يعني اقوى شوي من الباراسيتامول. تخيلي الاوجمنتين كمان، المضادات الحيويه، الانتي بايوتكس، الاماكسوسيلين، التتراسايكلين، معظم المضادات الحيويه كمان ممكن تاثر على الكبد. موانع الحمل، الاستروجين والبروجسترون. هلا احنا موانع الحمل ايوه بتتاخد على سنين، مثلا توقفتنا عن بتمنع حمل مثلا سنتين ثلاثه، مش عايزه اخلف فانا طول السنتين ثلاثه باخد. تمام. وبعد يا ندم ما بتخلص الخلفه بتفضل تاخد مثلا 10 15 سنه لحد ما ينقطع الطمث. ليش ذكرتهم هدول بالذات؟ مثل ما قلت لكم هن يمكن 900 او اكثر من 900 عقار، لكن هدول لانهم كثير الاشهر والناس بياخذوهم على طول. مثل ما قلتوا موانع الحمل بتستمر السيده عليهم فتره طويله كثير، فلازم يكون عندها الوعي انه هي الادويه اللي خافضات الكوليسترول كمان هي اللي بتتاخد على مدى طويل. هن الأدوية نفسهم كجزيئات أو كمكونات أو كتركيبة هي ليست مؤذية، لكن شو المؤذي؟ المؤذي إنه هي الأدوية عم تتاخد يا أما بكميات عالية كتير مثل المسكنات، أوقات بياخد باليوم 4 حبات و6 حبات إذا كان في ألم، وبياخدوا أو بياخد تتاخد لمدة طويلة لفترة طويلة، فبالتالي بتظهر من هون السمية أو التأثير على الكبد
يا اما جرعات عاليه يا اما من العقاقير او الادويه اللي بتتاخذ على فتره طويله. تمام كده. مخيفه للاسف. هاي طيب. كلها مرعبه وتخلي الواحد انت ممكن تكتشف انت قاعده دلوقتي ده انا واخده مش عارفه حبيتين اوجمنتين. لسه كنت بقول لك واخده واحد بره واخده شريط الاسبوع اللي قبل اللي فات كامل اوجمنتين فترعبت لما سمعتك يا مي بتقولي كده وانت بتتكلمي كمان على خافض الحراره انه مضر وبتتكلمي كمان على كل المسكنات فبصراحه حاجه مخيفه. عايزه افهم بقى يا مي ايه علاقه المسكنات وخافضات الحراره هو مسكن انا مش باخد مضاد حيوي مش بقتل المناعه بموضوع الكبد وانه بيأثر على الكبد هو مسكن بس بيدي حق للدماغ انه مفيش الم. احنا ما بدنا نخوف الناس مثل ما قلنا بدنا نوعيهم ليش معنا مسكن ما له مضاد حيوي. هو مثل ما قلت التركيبه هي ما بتاثر على الكبد لكن الكبد مثل ما قلت هو بينظف الدم من المواد. هلا الادويه اللي عم تتاخذ عم تعطي مفعول للجسم بس بالاخر عمليه الاستقلاب تطلع منها مواد ثانيه هي المواد الثانيه قد تكون ضاره للكبد. على مثلا اسبوع أو أسبوعين من الالتهاب أخذتي دواء الالتهاب وراح خلص الكبد مثل ما قلت بيجدد نفسه فهي الموضوع ما بيضره لكن كثرة الأدوية على مدى طويل كتير يعني كل يوم في ناس بتاخد مسكن يومي إلها 10 سنين عندها مثلا شقيقة عندها أمراض مزمنة 10 سنين تضل بتستمر على الأدوية. موانع الحمل نفس الشيء. إذا هي طول المدة حيتراكم في مواد بتنتج الكبد بيخزنها مثل ما قلنا هو مخزن. شو بيعمل الكبد؟ بيزود الدهون المخزنة فيه حتى يخزن هاي المواد السامة فبالتالي من هون بيجي الضرر للكبد.